محبو الرحلات وكثير التنقل، الآن يمكنهم حفظ مواقعهم الجغرافية وتتبعها والبحث عن مواقع جغرافية معينة من غير الحاجة للاتصال بالإنترنت. تطبيق سيدا يتيح حفظ المواقع وإضافة تفاصيل عنها كالصور ومشاركتها مع الأصدقاء، كما يمكنك تسجيل مسارك وإعادة الاطلاع عليه بكل التفاصيل بدءا من نقطة الانطلاق. التطبيق يقدم مزايا إضافية مثل حساب المسافة بين نقطتين وعرض إحداثيات الموقع الجغرافي الحالي وعدة تصاميم للخرائط وغيرها. التطبيق متاح لمستخدمي نظام iOS.